الرئيس السيسي يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا. السيسي يؤكد في حديث لصحيفة لوفيغارو أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معاً على عدة جبهات. المستشارة الألمانية تؤكد أن جائحة كورونا تغير في موازين الاقتصاد العالمي. الثانية عشرة ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم بداية هذه النشرة مع زميلي أحمد أبو زيد. أحمد، شكراً جزيلاً لك نانسي، أسعد الله أوقاتكم. بداية هذه الجولة مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصة على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة. وخلال استقباله وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بمقر إقامته بباريس، أكد الرئيس تطلعه لاستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة. فيما أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بأداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة. هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة نافال الفرنسية، مؤكدا ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها الشركة الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية. جاء ذلك خلال استقباله لرئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية العسكرية في مقر إقامته بالعاصمة باريس. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس شركة نافال أكد على حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر باعتبارها أحد أهم شركائها على مستوى العالم، مع الاستمرار في التباحث بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي تدعيما لقدرات مصر في هذا الإطار. كما أشاد بالقدرات الفنية العالية لأفراد القوات البحرية المصرية وتمكنهم من تشغيل الوحدات البحرية المتقدمة تكنولوجيا التي تنتجها الشركة في وقت قياسي وبكفاءة عالية. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس. وقد أعرب الرئيس عن امتنانه لزيارة مقر المجلس، مؤكدا تطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس السيد جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد لارشي أكد على ترحيبه بزيارة السيد الرئيس إلى فرنسا وإلى مقر مجلس الشيوخ، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والفرنسي، وموضحا حرص فرنسا على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصة في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.
هذا وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع شركة تصنيع الطائرات العالمية إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد. تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله رئيس مجموعة إيرباص بمقر إقامته بباريس. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيوم فوري رئيس مجموعة إيرباص العالمية، وذلك بمقر إقامة سيادته بباريس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون مع مجموعة إيرباص التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات الجوية وكذلك العسكرية والدفاعية، حيث عبر السيد الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع إيرباص لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في هذا الصدد. من جانبه أكد رئيس مجموعة إيرباص تثمينه للتعاون مع مصر مع الحرص على دعم قدراتها وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الشركة، معربا عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة الشراكة مع مصر. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن صحيفة لوفيجارو الفرنسية تنفرد في صدر صفحتها الأولى وتفرد حوارا للرئيس عبد الفتاح السيسي الشامل للجريدة حول العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وكذا تقييما للأوضاع في المنطقة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على جبهات عدة، كما حذر الرئيس من أن تغلغل تنظيم الإخوان في المنظمات الخيرية وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية يمثل تهديدا وجوديا للدول، مضيفا أن الجميع يعاني كل يوم من حملات التشويه التي تستهدف نشر الشك والفرقة في صفوف المصريين. أشار الرئيس في حواره إلى أن الدولة تسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى، كما شدد الرئيس على أن القوات المسلحة مستعدة دائما للدفاع عن مصر وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات.
للمزيد حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا على الهواء مباشرة من أمام مقر إقامة الرئيس في العاصمة الفرنسية مراسلنا خالد شقير، حيث ينتظر أن يتوجه الرئيس بعد قليل إلى المدينة الجامعية بالعاصمة الفرنسية. خالد، ما الذي لديك في مزيد من التفاصيل بخصوص جدول أعمال زيارة الرئيس السيسي؟ تحياتي زميلي العزيز أحمد ليك ولكل السادة المشاهدين. طبعا من أمام مقر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثك، حيث جرت يعني محادثات مع برونو ليمير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، هذه الشخصية الاقتصادية التي تحظى باحترام الفرنسيين واحترام الأوروبيين أيضا. طبعا برونو ليمير رحب بالسيد الرئيس وهنأه على الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي حققتها مصر والمؤشرات الإيجابية أحمد المنفردة حتى بقوله، هو الأمر اللي يدل على أن السياسة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية ناجحة على حسب قول برونو ليمير وزير الاقتصاد. طبعا أحمد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أكد على أن أهم الملفات التي يعني حضر من أجلها غير الملف الأمن هو الملف الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وأعرب سيادته عن أهمية هذا التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصة على يعني صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك أحمد استغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذلك شبكة البنية التحتية أحمد. أعتقد أن شبكات الطرق التي يعني قامت بها مصر تدعو المستثمرين الفرنسيين، وهذا ما أكده برونو ليمير بأن الدولة الفرنسية ترى أن هناك يعني نمو حقيقي في الاقتصاد المصري، وهذا يساعد المستثمرين الفرنسيين لمزيد من التعاون مع مصر في الفترة القادمة في هذا الأمر. خالد شقير مراسلنا على الهواء مباشرة من أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، أشكرك شكرا جزيلا. في سياق متصل، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا متشبعة وممتدة، مؤكدا في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز من باريس أن العلاقات العسكرية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. العلاقات الثنائية تاني زي ما حضرتك سألت، علاقات متشعبة ممتدة، استثمارات فرنسية كثيرة جدا في مصر لدفع عجلة التنمية، هناك أيضا إطار قديم وإطار تعاقدي له تاريخ ما بين مصر وفرنسا في إطار الشق العسكري. الشق العسكري له أوجه عديدة بيخش في النظم التسليح والتدريب والمشترك والمناورات المشتركة، وأيضا تبادل الخبرات المختلفة ما بين الدولتين. واعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الادعاء بوجود آلاف الموقوفين في مصر كلام مرسل وغير دقيق، مضيفا أن من يدعون ذلك عليهم الإتيان ببياناتهم وأسمائهم. دعني أقول يعني لمن يدعي هذه الأرقام، يعني البينة على من ادعى. من يدعي أن هناك آلاف الموقوفين أو الرقم اللي سيادتك ذكرته 60,000 موقوف، عليه أنه يعني يقدم أسماء هؤلاء، ومش الأسماء فقط، الأسماء بالبيانات على الأقل محل السكن. يعني من يقول أن هناك آلاف المعتقلين، طب أين الأسماء وأين البيانات وأين عناوينهم؟ لكن كلام مرسل هكذا ده شيء طبعا غير دقيق ولا يليق انه يتقال. وايضا في نقطة مهمة جدا، انه يعني رقم زي ده يعني حجم استيعاب المنشآت سواء في وزارة الداخلية او السجون او ما الى ذلك، بالنسبة للجرائم المختلفة في المنظومة دي، جرائم جنائية وغير جنائية، اقل من هذا الرقم بكثير.
من جانب آخر، وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تمويلات تنموية بقيمة 715 مليون و600 ألف يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ضمن فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. تأتي الوثائق التي تم توقيعها في إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقيمة مليار يورو للفترة من 2019 حتى 2023 بعدة قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والنقل والصحة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أهلا بك يا فندم. مساء الخير، تحية لحضرتك والسادة المشاهدين. أشكرك. الحقيقة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا أتت وهي مليئة بالعديد من الاجتماعات بين المسؤولين سيد هشام، يمكن بعد يعني اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أهم الزيارات التي تأتي بعد ذلك لقاءه مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. هذا اللقاء يأتي في وقت حساس للغاية، أهميته في هذا الوقت سيد هشام؟ هو بالتأكيد العلاقات فيما بين مصر وفرنسا علاقات جيدة راسخة بتزداد قوة مؤكد مع الزيارات المتبادلة فيما بين الجانبين وخاصة على مستوى الأهل. مؤكد أنه هذه العلاقة محاولها الاقتصادية عدة، سواء كان ما يتعلق بحجم الاستثمارات في كلا الجانبين المتدفقة، حجم التبادل التجاري فيما بين الجانبين، أرقام السياحة اللي بالتأكيد مصر بتعول على الجانب الفرنسي وعلى السياحة الفرنسية عامل هام للغايه، السياحه الفرنسيه هامه بالنسبه لمصر، الجانب الثقافي فيما بين الجانبين ايضا هي له دلالاته، لكن ما يتعلق بالشان الاقتصادي مؤكد انه العلاقه فيما بين الجانبين تتعدى مجرد الارقام. صحيح الارقام جيده وتتزايد عن بعض اخر، لكن اتصور انه العلاقه استراتيجيه بحكم انه المصالح المشتركه مش بس في كلا الجانبين لكن كمان في الاقليم وخاصه شرق البحر المتوسط، والتنسيق فيما بين الجانبين في هذا الشان بالتاكيد امر هام للغايه. مؤكد انه ما يتعلق بالتمويلات اللي بتنساب من فرنسا وبالتحديد من الوكاله الفرنسيه للتنميه ايضا في اطار ما تم التوقيع عليه بالامس، بالتاكيد ايضا امر هام للغايه لانه هذه التمويلات بتاتي على مشروعات بتخدم على عدد كبير من المواطنين، وبالتالي الحقيقه هذه التمويلات هامه في مش بس في مساندتها لما تقوم به مصر من مشروعات، لكن كمان انها بتخدم على المواطن، وبالتالي ده بتاتي اهميه هذه الاتفاقيات. مؤكد انه العلاقه فيما بين مصر وفرنسا تاني اكد انها اكبر من مجرد ما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات، لان التنسيق فيما بين الجانبين هام للغايه فيما يتعلق بتحديات البحر المتوسط، فيما يتعلق بالقاره الافريقيه والمشاكل المتعلقه بها، خاصه انه هي منطقة الشرق الأوسط بتتذكر بالعديد من المشاكل. صحيح. مهمة أن يكون التنسيق فيما بين الجانبين، وهذا التنسيق مش بس التنسيق الاستراتيجي لكن كمان الحقيقة بينعكس على الوضع الاقتصادي، لأنه إذا كانت المنطقة هادئة مؤكد أنه المجال بيفتح أمام زيادة العلاقات الاقتصادية، لكن إذا ما كانت مصر موجودة في منطقة ملتهبة البحر المتوسط الحقيقة في بعض التحرشات من الجانب التركي، مؤكد أنه ده بيعكر من صفر وبيقلل من فرص انه العلاقات الاقتصاديه فيما بين الجانبين. طيب سيد هشام لو سمحت لي في هذا السؤال، دعني ربما يعني استفسر منك او اتحدث معك بمزيد من التفاصيل عن هذه الارقام فيما يتعلق بمذكره التفاهم الخاصه بالشراكه الاستراتيجيه في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه. هذه الشراكه تاتي بقيمه مليار يورو للفتره من 2019 الى 2023 بعده قطاعات مختلفه، هذا الرقم ماذا يعكس من جهه اخرى سيد هشام؟ كما أشرنا أنه بيأتي على قوة تمويل عدد من المشروعات، ومش بس هذا الرقم لكن كمان خلينا نشير لما يقوم به خطوط تمويل بنك الإعمار الأوروبي، واللي مؤكد أنه فرنسا أيضا بتلعب دور هام في هذا الإطار، وبالتالي سواء كان حجم التمويلات اللي بيأتي بشكل مباشر من الجانب الفرنسي سواء كان من الوكالة الفرنسية أو كده، وأيضا ما يأتي من الجانب الأوروبي اللي بتأكيد الجانب الفرنسي يلعب فيه دور كبير، مؤكد أنه كل هذه التمويلات بتساعد مصر في تنفيذ العديد من المشروعات اللي الحقيقه بتيسر حياه المواطنين، اللي بتوفر العديد من فرص العمل، اللي بتزيد من حجم الناتج القومي، وبالتالي هذه التمويلات مفيده للغايه، وخاصه انها الحقيقه بتلبي احتياجات
المواطن في عدد من الخدمات طيب. اللي بتلبيها المشروع. دعني اختم معك بهذا السؤال سيد هشام، يعني السياسه الخارجيه لمصر اقتصاديا تحديدا يعني في احسن حالاتها في هذا الوقت، ولكن مع فرنسا لها طبيعه خاصه، ما الذي تختلف عنه فرنسا في شراكتها الاقتصاديه مع مصر عن باقي الدول سيد هشام؟ مؤكد فرنسا تنظر لمصر بمزيد من الاهتمام، لانه مصر هي مش بس البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، لكن كمان هي الدولة اللي بتسعى بشكل كبير للغاية لأن يكون الإقليم هادئ مستقر، وده الحقيقة هدف استراتيجي بالنسبة لفرنسا، أنه مصر هي اللي تنجح في عدد من الملفات، في عدد من القضايا الدولية، سواء كان الهجرة غير الشرعية أو قضايا المناخ والطاقة وغيره، وبالتالي فرنسا بتنظر لمصر بمزيد من الاهتمام على أنها دولة بتساند الاستقرار، بطرح الهدوء فيما بين الدول، تسعى لحل المشاكل الداخليه فيما بين الدول، تسعى في اطار توافق كامل مع فرنسا انه التحرشات اللي بتحدث من بعض الدول اللي لها اجندات خاصه يتم تقليصها. مؤكد انه ده تنسيق عالي جدا، وده اللي بيصب في الجانب الاقتصادي، لانه الجانب الاقتصادي كما اشرت لن يزداد الا بمزيد من التوافق. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية واستراتيجية. كما أكد وزير الخارجية أن الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية. بالتأكيد أن هذه الزيارة زيارة مهمة، زيارة دولة، زيارة الدولة الوحيدة اللي حرص الجانب الفرنسي أن يتاحها لرئيس مصر، تقديرا للعلاقات الوثيقة اللي بتربط بين البلدين، علاقات تاريخية، علاقات بتأخذ منحى استراتيجي، وبيعمل كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون على الحفاظ على وتيرة الاتصالات واللقاءات فيما بينهما، وهذا يدل على الاهتمام المشترك وأيضا الرؤية المشتركة للبلدين في إطار التعامل مع التحديات التي تواجههم. بالتأكيد أنه خلال مباحثات المعمقة التي جمعت بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس ماكرون، تم تناول كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، سبل تعزيزها، مجالات التعاون اللي يمكن استكشافها، وأيضا تناول للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكيفية العمل المشترك فيما بين البلدين لمواجهتها. خلال الزيارة تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال النقل والصحة، التضامن الاجتماعي، مجالات التنموية، وكلها تدخل في إطار حزمة كبيرة من التعاون ومشاركة فرنسا في مشروعات القومية ومشروعات الهامة بالنسبة لعمليات التنمية الاقتصادية التي تخوضها مصر. هذا وأضاف شكري أن مصر ستعتمد قريبا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لتصبح مصر من الدول القليلة التي تعتمد استراتيجية وطنية لهذا الملف. هناك رؤية، وهذه الرؤية هناك مواضع اتفاق أيضا كما ظهر في المؤتمر، عندما يبدي الجانب الفرنسي اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان، أفتكر كان واضح من خلال الرد ومداخلة السيد الرئيس أنه أيضا مصر والمؤسسات المصرية والقيادة المصرية لديها نفس الحرص على رعاية ودفع جهود تنمية حقوق الإنسان المصري، وأنه أجهزة الدولة باعتبارها هي المسؤولة عن الشعب المصري ومقدراته وتطوره، دائما في تهتم بهذه القضايا وتعمل جاهدة للارتقاء بحقوق الإنسان وفي كل المجالات، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وتكتسب وتستفيد من خبرة شركائها، من خبرة المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ومن التفاعل المجتمعي القائم داخل مصر. وهنا أنوه إلى الاستراتيجية الوطنية اللي هيتم الإعلان عنها قريبا في مجال حقوق الإنسان، لتصبح مصر من الدول القليلة التي سوف تعتمد استراتيجية وطنية شاملة يتم بلورتها من خلال الحوار والتناول المجتمعي لأطياف عديدة من الشعب المصري، لتكون هي المعيار
التي يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية وتناول أجهزة الدولة لها. في شأن ذي صلة، قال وزير الخارجية سامح شكري أن مصر على دراية بما يدور من جهود لرأب الصدع بين الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه يتعين التوصل إلى تفاهم واتفاق واضح في معالمه. تأكيد مصر على دراية كاملة، وكان هذا الموضوع أطلق عندما صدر البيان عن وزير خارجية الكويت منذ عدة أيام، ومصر تتابع الجهود المشكورة التي تبذلها دولة الكويت وسمو أمير الكويت، وطبعا هي اتصال لما سبق كان جهدي يطلع به سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح. نحن نأمل دائما في أن يتم رأب الصدع فيما بين الدول العربية والشقيقة، ودائما مصر تعمل على تعزيز التضامن والتعاون، وعندما نصل إلى تفاهم واتفاق واضح وفي معالمه وفي الالتزامات القائمة على كافة الأطراف وبما يعزز من المبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل في إطار ما اعتدنا عليه من تضامن فيما بين دول يجمعها تاريخ وثقافة ومصير مشترك، يجب أن تدعم بعضها البعض وأن تبتعد تماما عن كل ما يعكر صفو هذه العلاقات. سوف نرى ما نصل إليه من اتفاق في هذا الشأن، وطالما كان محقق لهذه لمصالح مصر ودول الرباعية سوف يكون تطور طبعا مهم، ومرة أخرى نثمن كثيرا الجهود التي تبذلها دولة الكويت والقيادة الكويتية. هذا ويتقارب الموقف الفرنسي مع الموقف المصري إزاء الأزمة الليبية في رفض التدخل الخارجي وأهمية دعم المسار السياسي وصولا لإجراء الانتخابات التي ستكون في صالح الشعب الليبي ومحاربة الإرهاب. على مدار سنوات شهدت الرؤى المصرية والفرنسية تفاهما واضحا فيما يتعلق بالأزمة الليبية على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بنظرتهما للأحداث أو الحلول المقترحة للخروج من حالة التأزم التي بلغها هذا الصراع. تتفق كل من القاهرة وباريس على ضرورة دعم بقاء كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية من خلال دور دولي فعال يتجسد في مصر وفرنسا، وذلك للحيلولة دون تحول المنطقة إلى ساحة للصراعات بين مختلف القوى الدولية. كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يتفقان على ضرورة دعم البرلمان الليبي باعتباره الكيان الدستوري والشرعي والوحيد المنتخب في البلاد في الوقت الذي فقدت فيه باقي مؤسسات الدولة حجتها القانونية بسبب انقضاء ولايتها الدستورية. فعملت مصر على توحيد رؤى أعضاء البرلمان، بينما ركزت فرنسا على الحشد الدولي لصالحه على مستوى أوروبا والمجتمع الدولي. تتفق مصر وفرنسا كذلك في ضرورة وقف عسكرة الصراع السياسي داخل ليبيا بمساعدة قوى خارجية تضخ السلاح جوا وبحرا. ومن هذا المنطلق شاركت باريس في عمليتي إيريني وصوفيا التابعتان للاتحاد الأوروبي والناتو لفرض حظر تهريب السلاح إلى ليبيا، بينما رسمت القاهرة خط سرة الجفرة في وجه كل من يحاول أن ينقل الصراع إلى مناطق أوسع باتجاه الشرق. سياسيا بذلت القاهرة وباريس جهودا مضنية لتسوية الصراع من خلال عدة جولات ولقاءات مع أطراف الصراع ومحاولة صياغة حل وطني طرحته مبادرة باريس عام 2017 وإعلان القاهرة لحل الأزمة في يونيو الماضي ومسار برلين. يؤمن البلدان بأن ثروة ليبيا يجب أن تحفظ لأصحابها بعيداً عن أطماع القوى الدولية التي تدعي الوساطة في الظاهر وتسعى خلف هذه الثروات في الباطن. فرفضتا الاتفاقية التركية التي تستهدف انتهاك حقوق دول شرق المتوسط في مياهها الإقليمية.
ودعمتا تدشين منظمة غازي شرق المتوسط كآلية تعاونية لإدارة ملف الطاقة بالمنطقة. وفي سياق زيارة الرئيس السيسي لباريس، جدد الجانبان رفض التدخل الخارجي ورفض التعاون مع الميليشيات والمقاتلين الأجانب وأهمية دعم المسار السياسي وصولا لإجراء الانتخابات التي ستكون في صالح الشعب الليبي، وهو ما يعكس محورية هذا الملف في العلاقة المصرية الفرنسية. محليا، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لوقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة. قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي أكدت أن البوابة تعمل بشكل طبيعي من دون توقف، مشيرة إلى أن البوابة تستهدف إتاحة الاستعلام عن القبول بالبرنامج من عدمه، فضلا عن استقبالها الشكاوى وسرعة البت فيها إلكترونيا، وذلك في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات تيسيرا على المواطنين. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج أعمال حصر فرز اللجان لعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتقوم الهيئة بتدقيق ومراجعة نتائج المحافظات من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز تمهيدا لضم أصوات المصريين بالخارج. ووفقا لنص القانون، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، حيث من المقرر إعلان نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل. بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع 23 محافظا إجراءات تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة. أشار شعراوي إلى أن الحكومة تسعى لتحسين معيشة 18 مليونا ونصف المليون مواطن في 1000 قرية، وتستهدف توسيع نطاق التدخلات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة، موجها بتشكيل مجموعات عمل تكون في حالة انعقاد دائم واستيفاء البيانات التفصيلية المطلوبة عن كل تجمع ريفي في كل مركز، تمهيدا لقيام اللجان الفنية من الهيئات المختصة بمعاينة الوضع على الطبيعة وتحديد المشروعات بعد التشاور مع المواطنين والجهات التنفيذية. اتخذت مصر خطوات ملموسة لمكافحة الفساد، إيمانا منها بأن هذه القضية لم تعد شأنا داخليا خالصا، بل إن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته. أكدت مصر التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقا مع قوانينها واستراتيجياتها الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا تعهداتها الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد الملزم دوليا للدول الأطراف فيه. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة الفساد التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الشعوب في تحقيق غد أفضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ آمن، وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم. وقد ثمنت مصر الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الصدد ودورها الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حكومات العالم والمجتمع المدني إلى العمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي أو الدولي لمكافحة الفساد الذي وافق 9 ديسمبر من كل عام، قال غوتيريش إن أزمة جائحة كورونا توفر فرصا إضافية للفساد، موضحا أن تطوير اللقاحات والعلاجات يزيد من خطر الرشوة والتربح، مشيرا إلى أن التعافي من الجائحة ينبغي أن يشمل تدابير لمنع الفساد والرشوة. قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من دون طيار أطلقتها قوات الحوثي وكانت مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية. أوضح المتحدث باسم التحالف أن الطائرة كانت موجهة لاستهداف الأحياء المدنية بالمنطقة الجنوبية للمملكة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الظروف الحالية تتيح لإيران التعاون مع دول المنطقة والجوار والغرب والشرق وتأمين المصالح الإيرانية. أشار روحاني إلى أن الطريق أصبح ممهدا أكثر، ولفت إلى أن عودة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الاتفاق النووي بحاجة إلى توقيع فقط تماما، مثلما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب منه. وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحديا تهديد الرئيس المنصرف دونالد ترامب باستخدام الفيتو. وحصل مشروع القانون على 335 صوتا من أصل 430 في المجلس. من المقرر أن تتم عملية التصويت في مجلس الشيوخ أيضا، إذ من المتوقع أن تتم الموافقة عليه قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان مشروع الميزانية البالغ قيمتها 740 مليار ونصف المليار دولار محور مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين لأشهر عدة، وهو ينص على زيادة بنسبة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يرغب في فتح قنوات تواصل وحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد التوترات التي شهدتها علاقات البلدين في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي في كاراكاس إنه ينتظر تنصيب جو بايدن وأن يكون لديه الوقت للتفكير لفتح قنوات للتواصل والحوار بين فنزويلا والولايات المتحدة. أشارت وسائل إعلام إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار في قاعدة عمليات تابعة للجيش الأفغاني شرقي البلاد. وأشارت المصادر الأفغانية إلى أن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، فيما فتح عدد من المسلحين النار على قوات الأمن، ولم ترد بعد تقارير عن عدد الإصابات. أفادت الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين والنازحين في العالم تجاوز عتبة 80 مليونا في منتصف العام الحالي، وهو مستوى قياسي في خضم جائحة كورونا. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من تفاقم الوضع في حال عدم توقف الحروب والنزاعات. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 434 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و23 وفاة. أشار المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إلى خروج 210 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103,913 حالة. قالت وزارة الصحة الإماراتية إن النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح سينوفارم للوقاية من فيروس كورونا أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 86%. وقالت الصحة الإماراتية إنها سجلت اللقاح رسميا، وذلك بعد أن وافقت على الاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر الماضي. أعلنت السلطات الإسرائيلية تسلمها شحنة أولية من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا.
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدى وصول الشحنة إن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القليلة المقبلة. هذا وقالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن جائحة كورونا تغير ميزان الاقتصاد العالمي. وأضافت ميركل أمام البرلمان الألماني أن الاقتصادات التي ثبت أنها الأكثر متانة هي تلك التي تمكنت من السيطرة على الجائحة، مشيرة إلى معاناة دول عدة في ظل التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كورونا. قدمت إدارة الرئيس الأمريكي المنصرف دونالد ترامب حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتضرر بفعل تداعيات جائحة كورونا. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن أن الحزمة الجديدة تشمل أموالا للمجتمعات المحلية وحماية للشركات من الملاحقات المتعلقة بكورونا، وهي كانت نقاط شائكة في المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أولوية في تسلم لقاحات فيروس كورونا قبل تصديرها. وأوضح ترامب أن المرسوم ينص على أن تعطي الحكومة الأمريكية أولوية لتطعيم المواطنين الأمريكيين قبل إرسال اللقاحات إلى دول أخرى. Incredible science, the doctors, all of the people that came up, the lab technicians, the work. في الولايات المتحدة أيضا ارتفع معدل البطالة إلى 14.7% مع فقدان أكثر من 20 مليون وظيفة خلال شهر أبريل الماضي، حيث ضرب فيروس كورونا وتداعياته الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ على نمط الحياة اليومية، وأصبح الجميع في حالة ترقب كامل لوصول اللقاح الجديد. الزميل في تقرير ياسر نور الدين. منذ بداية جائحة كورونا والعالم يتغير ويتبدل من حولنا، فلم تعد حياة الناس كالسابق، ولم يعد روتينهم اليومي كما كان. وأمريكا واحدة من هذه الدول والتي تأثرت وبشدة من جراء هذا الفيروس، وأصبح للأمريكيين حياة تختلف تماما عما كانت عليه من قبل. لقد اختلفت حياتي بعد كورونا، لأنني كنت في العزل الصحي لمدة طويلة. افتقدت حينها الأهل والأصدقاء، لكن الآن الأمور أفضل. لم تعد الأمور كالسابق، أصبحنا لابد من ارتداء الكمامات. أماكن كثيرة أصبحت تغلق مبكرا، أصبحت مختلفة تماما. أعلم أن هذا أمانا لنا، لكنه مزعج للغاية. نعم، لقد أخبرتهم أن عليهم ارتداؤها، وهم الآن يدرسون عن بعد. هم يقولون إنها اختلفت أيضا، يفصلونهم عن بعضهم، وأن الصفوف الدراسية أصبحت قليلة العدد. بعد أن تخطت أعداد المصابين 15 مليونا، أصبحت الأنظار تتجه إلى اللقاح المزمع خروجه للناس بعد المصادقة عليه من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية في منتصف هذا الشهر، على أمل رجوع الحياة إلى طبيعتها. كل شيء تغير في هذا العالم، حتى في أمريكا، خاصة مع السياح، ولكنها ستكون على ما يرام. نعم سيكون، نحن ننتظر، الجميع ينتظر. لقد أثر على كل الأعمال ليس فقط علي. جائحة كورونا أثرت على كل شيء. نحن ننتظر اللقاح، وبعدها سيكون كل شيء كالسابق. أعتقد أنها ستكون حياة أفضل عندما يسارعون في إنتاج اللقاح، لكن هنا أناس كثيرون لا يثقون في سرعة إتمام ذلك، حيث أننا في جائحة. كانت هذه المنطقة مزدحمة للغاية، لم تعد كذلك، وأنا لم أعد أفعل كل ما كنت أعتاده، فقط أخرج وأعود إلى البيت. هذا كل شيء. الولايات المتحدة الأمريكية تستعد من منتصف هذا الشهر لاستقبال لقاح فايزر وربما لقاحات أخرى لاحقا لمواجهة هذه الأزمة الكبيرة، والتي وعد الرئيس المنتخب جو بايدن أن هذه اللقاحات ستكون مجانية
كذلك سيشرف على توزيعها هو ونائبته كاميلا هاريس لتصل للمواطن الأمريكي بشكل عاجل وعادل. ليس هناك شعب من الشعوب يقبل أن تكبل حريته حتى في ظل جائحة كورونا، والشعب الأمريكي هو واحد من هؤلاء الشعوب الذين اختاروا أن يقابلون هذه الوفيات والإصابات الكثيرة بشيء من الصبر وكثير من الأمل. ياسر نور الدين، إكسترا نيوز. سجلت كوريا الجنوبية 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا ثاني أعلى عدد إصابات منذ بدء الجائحة. هذا وتعتزم سول تطبيق قواعد تباعد اجتماعي أكثر صرامة، كما طرحت الحكومة طريقة جديدة لإجراء فحوصات الكشف عن الإصابة لمواجهة زيادة الطلب على الفحوصات. الآن جولتنا الاقتصادية. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمشاركة 33 سفيرا من سفراء الدول الأعضاء في المنظمة. أشارت الوزيرة إلى أن اللقاء يأتي بهدف حشد الدعم السياسي لمصر من خلال سفراء الدول حول نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إذ تسعى الدول بالتعاون مع المنظمة إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حاليا في عدد من المجالات، وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدولة تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لموائمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، وخلال مشاركتها في ندوة تحت رعاية المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية، أشارت السعيد إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيساعد الدولة في تشجيع النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة مع تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية. عقد وزير الري محمد عبد العاطي اجتماعا مع غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال التحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. أكد وزير الري أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة عبر تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي، كما يتم العمل على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش متعددة المستويات الوظيفية المختلفة، مشيرا إلى الإمكانات التدريبية المتميزة التي يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة. تبدأ وزارة الإسكان بتسليم 358 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة في 3 يناير المقبل. أشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيقوم بتسليم الوحدات جنوب الحي الأول بالمدينة كاملة التشطيب والمرافق، وأنه على الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز بخطاب البنك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. شددت مصلحة الضرائب على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية. أشارت المصلحة إلى أنها تستهدف تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا تراجع إجمالي الطلب على السفر بنسبة 70.6% خلال أكتوبر الماضي مقابل نحو 72.2% في سبتمبر السابق له. هذا وقال الاتحاد إن التفشي الجديد لفيروس كورونا واستمرار اعتماد الحكومات على الحجر الصحي القاسي أدى إلى شهر كارثي للطلب على السفر الجوي.
مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا لختام هذه النشرة. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا. الرئيس السيسي يؤكد في حوار لصحيفة لوفيجارو أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على جبهات عدة. وميركل تؤكد أن جائحة كورونا تغير ميزان الاقتصاد العالمية. نلفت عناية حضراتكم كالمعتاد بأن تردد قناة إكسترا نيوز ببثها عالي الجودة HD و 12303 على أن يكون معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. بعد قليل تصحبكم نانسي نور في جولة جديدة من جولات الآن. إلى الملتقى.